ونستعين ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير متعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، تفتح به أعين عميا وآذان صم وقلوا الوفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وإحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة النساء، والتي بدأها تعالى بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والأمانات حقوق للعباد، أقول حقوق للعباد، والنص يدور حول هذا المعنى، أن نعرف لكل إنسان حقه وأن نؤدي لكل إنسان الحق الذي عليه. أولا لا بد من معرفة الحقوق حتى لا نتخطاه ونتعداه. ثانيا، من له علينا حق لزمنا وجوب الأداء. وحقوق العباد في شريعة رب العباد قدمت حتى على حق رب العباد. فرب العباد قد يتجاوز في حقه ويسامح وهو كريم وحليم، وتعلق الناس بحلمه وكرمه مدعاة لمزيد حلم ومزيد كرم، مدعاة لمزيد حلم ومزيد كرم. أما حقوق العباد فهؤلاء عبيد، ورب العباد جعل لهم حقوقا عليه أن تؤدى لهم حقوق، لذا أنزل كتبه وأرسل رسله. مدار التشريع الإسلام والفقه كله من ألفه ليائه مداره حول حفظ حقوق خمسة لكل إنسان. مسلم في بلد المسلمين أو ضيف على المسلمين أو حتى عابر سبيل في بلد المسلمين، فما بالنا بمقيم معاهد أو ذمي أو غيره. صان الله لكل من يمر في بلاد المسلمين وكذلك كل من يقيم في بلاد المسلمين هذه الحقوق الخمسة، سماها الفقهاء بالمصالح الشرعية الخمسة. أن تصله نفسه فلا يمس بسوء، أن يصله دينه ولو كان على غير الإسلام، أن يصله عقله، أن يصله عرضه، أن يصله ماله. مدار الفقه كله والتشريع كله من ألفه ليائه على حفظ هذه المصالح الشرعية الخمسة لكل مسلم يحي في بلد المسلمين، ولكل ذمي يحي في بلد المسلمين، ولكل مستأمن أو عابر سبيل يمر ببلاد المسلمين. واضح المعنى كده؟ والتشريع لا يحابي في هذا، شريعة رب العالمين لا تحابي. وعد الله حقوق العباد حقوق لهم وليست له،
ولذا من يخطئ فيها لا تسعفه التوبة. التوبة من الذنب الذي في حق رب العباد لها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يقر بالذنب ويندم على فعله ويستغفر الله منه. الشرط الثاني أن يقلع بالفعل عن العودة إليه وأن يعزم على أن لا يعود مرة أخرى. أما إذا كان الخطأ في حق العباد فمع هذه الشروط الثلاثة اشترط الشرع شرط رابع، أداء الحقوق الأصحابية. فلا تقبل توبة إلا بعد رد الحقوق أو عفو أصحابه. صاحب الحق نفسه تنازل عنه حقه، أن يتنازل عن حقه. ما لم يرد الحق أو يعفو صاحبه فالذنب باق إلى قيام الساعة. إن لم يوفى في الدنيا بالحكم والعدل وفي يوم القيامة من الحسنات والسيئات. فإما أن يأخذ حسناتك أو تؤخذ سيئاته فتلحق بسيئاتك. قضية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. حقوق العباد لا تسقط، لا تسقط. ولذلك أخطر ما حذرت منه الشريعة الاعتداء على الغير، أيا كان عدوان ولو عدوان نفس. وسنرى الشريعة في الإسلام حذرت أشد التحذير من أي عدوان بأي صورة كان على حقوق الغير. لذا جاء النص إن الله يأمرك، إن الله يأمرك، ولما يصرح هنا بلفظ الجلالة ليعرفنا عظم الأمر. فليس الآمر أي أحد، بل الآمر هو الواحد الأحد. إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لم يقل أدوا الأمانة إلى أهلها، لكن قال إن الله إيه؟ طب لو قال أدوا ما فعل أمر؟ طب لماذا جاء بأمركم؟ فكماش في السياق جاء بيأمركم فعل مضارع يفيد نقل الزمان من الحال للاستقبال، يعني هذا أمره لكم من الآن إلى الأبد. لكن لو قال أدوا الأمانات يبقى ده فعل أمر مرتبط بوقت. الفعل المضارع زمنه ممتد من الآن للمستقبل، فنقل الله الأمر من صيغة الأمر والإلزام به في حينه لدوام لزومه. لذا قال إن الله يأمره، يعني مش القضية عرضة وانتهت وموقف انتهى، لا، ده حكم باقي إلى قيام الساعة. إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات حقوق العباد، كل من له عندك أمانة صغيرة أو كبيرة وجب أداؤها، وجب أداؤها على الوجه الذي يرضي صاحبها مش يرضيك. كثير من الناس يؤدي الأمانة يقول أنا أديت يكفيني كده، لا ما يكفيش. إذا كنت أديتها على الوجه الذي لا يرضي صاحبها فما أديتها، ما أديتها. مطلوب أداء الأمانة على الوجه الذي يرضي صاحبها بالكيفية التي ترضي، لأن كثير من الناس بيستحيل، بيستحيل أمانات الغير. ولابد أن يعلم المسلم أدب التعامل مع الأمانة، لأن حياتنا كلها مبنية على أمانات من ألفها ليائها. هل منا واحد ولد من بطن أمه معه ثروة؟ ها؟ شفت واحد نازل
محمل من بطن امه بذهب والفضه؟ ها؟ ولا الناس الجدرات معاه ملفوف فيها؟ الحمد لله كلنا خرجنا ايه؟ عراية. عراية. لا نملك شيء. كل ما جاءنا بعد ميلادنا أملت عندنا، جاءنا عن طريق الله مباشر أو عن طريق عباده، كل دي تسمى أملات. فكل نعم الله التي عندنا جاءتنا بطريق مباشر من الرب أو ساقها لها عن طريق الخلق كلها تعد أملات. ولذلك عند خروجك من الدنيا لن تحمل منها شيء. كما جئت للدنيا عالم ستخرج من الدنيا عالم، لا تحمل إلا الكفن. الشيء الوحيد اللي يزيد عليك الكفن. وصلت؟ الذي جاء للدنيا عالي وسيخرج منها عالي، ماذا يملك منها؟ كل ما عندك حال حياتك أمانات. أمانات. زوجتك أمانة في عنقك. مالك أمانة في عنقك. أولادك أمانة عندك. وقس على هذا. فحياتنا بنيت على أمانات، ولذا قال السلف: كل ما يأتي للعبد في الدنيا عارية مستعارة، أمانة عنده. أمانة عنده. سأسأل عنه. كيف وجهها؟ كيف أداها؟ فلما يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا كانت حياتنا كلها أمانات، يبقى مطلوب أن نراجع أنفسنا مع كل نعمة عندنا. هي أمانة، كيف نؤديها لصاحبها؟ إن كانت نعمة من نعم الله صاحبها المنعم، ولذا قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ومعنى من الله هو سائلنا عنها، ولذا قالوا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعم كلها من ألف الياء حنسأل. كيف تصرفنا فيها؟ فهي بلا نزاع محل سؤال غدا. بل رب العباد يصرح بمؤاشاته حين يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني مش يسألنا بس عن النعم الكبيرة، ده عن مثاقيل الذرة سنسأل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. رحم الله أم عائشة لما جاء سائل يسألها، يسأل عطيه، فبحثت في بيتها لم تجد إلا حبة عنب واحد، فآثرته على نفسه، اديته الحبة دي، ما فيش في بيت غيرها، أعطته الحبة، فتقال لها المسكين: إذا قال ما هذه يا أم المؤمنين؟ حبة عنب واحدة. تقال لها، قالت: ويحك، كم ذرة تزن؟ قال: كثير. قالت: فرب العباد يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللي لا تملك إلا هذه الحبة وأعطتها لك، ضحت لله بكل مالها. لو واحد معه مليار ودفع المليار هتاخد أجره إيه؟ أنت مع رب كريم، ما بيحسبهاش بحساباتك، كم اللي طلع؟ لا، كم اللي طلع؟ كم عندك من أمانات؟ وكم أديت وكم بقي؟ لذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: درهم سبق لها ألف درهم. تحدثوا الصحابة: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل لا يملك إلا درهمين، لا يملك إلا درهمين، تصدق بأحدهما فقد تصدق بشطر ماله. يأتي يوم القيامة وصدقته تساوي كام؟ 50% من ثروته. ورجل يملك الآلاف تصدق بألف درهم، صاحب الدرهم في الأجر سبق الألف اللي تصدق بها صاحب الآلاف. ليه؟ لأن صاحب الدرهم دافع 50% من ماله، طب صاحب الآلاف دافع 1%. اللي دافع 1% زي دافع 50%. وصلت؟ اللي دافع شيء من ماله زي دافع كل ماله لا تملك إلا حبة عنب واحد تصدق به. خلاص؟
تصدقت بكل مالها بكل ما تملك. وده معنى دقيق جدا يا إخواني لابد أن نفهمه، حتى تعلم الفقير ألا يسبقه الغني في العطاء. فزي ما رب العباد أعطى الغني المال، أعطى الفقير هذه الفرصة الكبيرة جدا ليعطي من خلالها أعطاء يفوق به الغني. ها يبقى المسكين بتاع الدرهمين ده لو طلع واحد من اللي يجيبه 50%، ها من يسبقه؟ فبالك لو طلع الدرهمين يبقى تصدق بالمال كله، من يلحقه؟ هذه معاني خطيرة يا إخوانا. ثم مع رب كريم، فلما يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فأول الأمانات كل ما أسبغ الله علينا، لذا أوجب الله علينا شكرها. فقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني لا إن شكرتم لأزيدنكم، ما معنى الشكر؟ إيه شكر النعمة حتى نكون أديناها؟ أقول الحمد لله وده الشكر. الشكر نوعان يا إخوان، قول أن ينهف إنسانك بحمد الله مع القليل والكثير ومع ما تحب وما تكره. ليه؟ لأن ما تكرهه إن اختاره الله لك فالخير فيه، فصار ما تكرهه أنت نعمة من الله عليك تحتاج منك الشكر. حتى ما نكره حتى ما نكره، حتى يألف لساننا على الدوام الليل والنهار يلهث بحمد الله وشكر، يلهث بحمد الله وشكر. النوع الثاني الشكر شكر عمل، وفيه يقول تعالى واعملوا آل داود شكر، فسماه عمل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وعمل الشكر أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي، في كل نعمة أوامر ونواهي، فإن أديت أمره وتركت نهيه فقد أديت شكر نعمته. يبقى أي نعمة ينعم بك عليها أول ما تفكر في النعمة ما حق الله فيها، ما أمره ونهيه فيها، نفذت أوامره تركت نواهيه شكرت نعمته سيأتيك بالمزيد. وده وعده والله لا يخلف وعده، يقينا والله لا يخلف وعده. إذا ندرك أنت إنسان عزب رزقك الله زوجة، ما حق الله في الزواج؟ أوامر ونواهي نعمة أعطاك الله فيها فقه كامل، حلال وحرام في البيوت كيف تبنى وفي الأسر كيف تؤسس، عرفت أمره وعرفت نهيه، لزمت أمره وتركت نهيه أديت شكرا يبارك لك في زوجك. لكن لا عرفت أمره ولا عرفت نهيه وقعت في محارم حيث لا تحتسب، فأنت شكرت النعمة ولا كفرتها؟ كفرتها إن عذاب الله شديد. كيف تأمن أن يبقى عليك النعمة؟ قد يسلبها منك. تزوجتها النهارده وتطلقها بكره. وقس على هذا. نعمة البصر لله فيها أوامر ونواهي. أمرك بالنظر إلى كل ما خلق. نظر متدبر متفكر مستخرج لما فيها من أسرار دالة على عظمة الله وجلال الله وكمال الله ووحدانية الله، وتستخرج فيها من علوم ستنفعك وتنفع البشرية من حولك. تكتشف تبقى مبدأ. كل نعم الله اللي تسبقها على الكون دعك نظر إيه؟ إلا نعمتين، نظر رجال النساء ونساء الرجال، ونظرك لنعم الله التي أعطاها لعباده خاصة بها أحد من خلقه. ده موضوعنا. العجب إن رب العباد فتح لنا باب النظر لكل شيء لننظر، وحرم على نظر النساء وننظر.
حرم علينا النظر على نعم الله العباد وننظر. يحرم الممنوع ولا يلتفت المباح. وصلت؟ الذي لم يلتفت لأمر الله ولا نهيه شكر الله على نعمة البصر؟ ما شكره. فهل يأمن أن يسلب الله بصره؟ خليه أعمى. وصل معنى إن عذاب الله شديد، وإن لم تعذب بسلب بصرك في الدنيا فكيف تأمن عذاب الله في الآخرة؟ إذا لله في كل نعمة أوامر ونواهي، فإن لزمت أمره وتركت نهيه فقد أديت شكر نعمته وأديت أمنة الله عليك. ده إذا كانت الأمانات من عند الله. طب إذا كانت الأمانات حقوق للعباد ساقها الله لك على عند بعض العباد، لكن في النهاية نعمة منه، وأجراها الله لك على يد أحد من العباد، وجعلها حق العبد الذي أتاك به، صارت أمانة عندك، لكن ليست لله بس، لا لله والعبد. لا توبة لك ولا سلامة لك حتى تؤديه، وعلى وجهها وكمالها وتمامها. أقول على وجهها وتمامها وكمالها. مطلوب أن نؤدي حقوق العباد للعباد بعد أن نعرفها. إيه حق العباد عندي؟ حق أبويا، حق أمي، حق أصحابي، حق أصدقائي، كل من له حق علي، سواء الحق مادي أو حتى معنوي. في حقوق مادية، واحد يأتمن على مال، اهتمنا على دار، على سيارة، وفي حقوق معنوية، صلة رحم، وده حق مادي ملموس. مطلوب وصل الرحم، مطلوب أن نبل بلالها حتى مع أكثر خلق الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أقارب من كانوا أعدى أعدائه، ومع ذلك أمر بوصل رحمهم وبل بلالها. لا يقطع، لا يقطع حتى مع المسيء، حتى مع المسيء. ده حق معنوي مش مادي، وكل منا مطالب بأدائه. في حقوق معنوية للآباء والأمهات، أنا مطلوب أن أصل كل من كان يصل أبوي وأمي، مش هم فقط بل حتى أهلهم، أهل أهلي، أهل أهل أبويا، أهل أصحاب أبويا. ثبت في الحديث أن عبد الله عمر كان يسير مع جماعة من الصحابة في الصحراء، فرأى رجلا حاسر الرأس من غير كلسوم، حافر القدمين، يسير في حر مكة القادم. عبد الله بن عمر مجرد أن رأى ألبسه قلنسودة، وخلع عليه وألبسه عليه، ثم ترك له دابته وسرع على قدمه. فقال الصحابة ابن عمر: هذا الرجل ألفت قدماه حرارة الأرض، وألفت رأسه حرارة الشمس، وأنت لا طاقة لك على ذلك. قال: وكيف لا أفعل وقد سمعت النبي يقول: إن من أبر البر ود الرجل لأهل ود أبيه، وقد كان أبي يبر أبيه. يبقى العلاقة بين أبوه وأبويا، لكن ده من أهل ود أبويا، أبويا يود أبوه، فأنا مأمور ببر من يود أبويا وبر أهلي. هذه معاني معنوية لكنها حقوق وأمانات لابد أن تؤدى. طب واللي قطع الرحم لم يصلها ولم يمل بلالها، هيفلت من السؤال؟ هيفلت من الحساب؟ الأرحام نفسهم هيأتي يوم القيامة يطالبون: أنت لم تصلنا، وأنت فاكر مسألة عادي كده سهلة. بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله الرحم تعلقت ب العرش، وهي تصرخ بين يدي ربها وتقول: اللهم
هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال أما يكفيك أن شققت لك اسما من اسمي فأنا الرحمن وأنت الرحيم، فمن وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. فعاقب الله القاطع بقطيعة الله لك. من منا يحتمل مقاطعة رب العباد؟ وصل معنا؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى كل صور الأمانات التي عندنا والتي عليها مدار حياتنا من ألف إلى ياء أمرنا بأدائها بل مواصلة أدائها حتى نلقى الله وليس علينا أمانة. ليس علينا أمانة لأحد. ولذلك كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حريص كل حرص ألا يبقي أمانة عنده. ثبت في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله قال لما اشتد المرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ثم غاب عن أسبوع وخرج، خرج يتهادى على رجلين، ثم جاء إلى المنبر فجلس على أول درجات، على غير العادة، العادة يطلع الدرجة الثالثة، لكن جلس النبي على أول درجات، ثم قال أيها الناس من كان له مظلمة عندي فليأخذها اليوم مني قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. يوم القيامة في دينار درهم نؤدبي، إن له أي شيء عندي أخذه الآن. من يفعل هذا؟ سيد خلق الله الذي له يد بيضاء على كل خلق الله، والذي له من الإحسان ما لا يحصى على كل خلق الله صلى الله عليه وسلم، والذي يفعل هذا. أيها الناس من كان له مظلمة عندي فليأخذها اليوم مني قبل أن لا يكون دينار درهم. أعادها ثلاثة كما يقول جابر حتى قام رجل وقال يا رسول الله لي عندك درهمين؟ فقال النبي الفضل بن عباس يا فضل رد عليه دراهم، المال بتاعي دين درهم. ثم لم يزل رسول الله يردده. أيها الناس من غل غلولا فليرده اليوم، من أخذ مالا بغير حق فليرده اليوم قبل أن يكون درهم. لم يزل يردد ذلك حتى قام رجل فقال يا رسول الله غللت غلول أخذت المال عام شملة زي غطرة كده. فقال بعض أصحابه فضحت نفسك؟ فقال النبي دعوه يقولها، فوالذي نفسي بيده لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. فضوح الدنيا قدام كام؟ أمام كام من البشر؟ لأن في المجلس مسجد 50-100 ألف. فضوح يوم القيامة ساره أجدادك وأحفادك إلى يوم القيامة. وصل معنا؟ أيهما أهون؟ لفضوح الدنيا حتى لو كان هذه الأمانة سنفتضح به في الدنيا أهون مليارات المرات من فضيحة القيامة. إذا مطلوب أداء الأمانات بكامل وجهها وبكل أحوالها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم قال وإذا حكمتم. وإذا ولا وإن؟ طيب إيه الفرق بين إذا وإن؟ أنا بطرح الأسئلة دي عشان نتعلم كيف نتدبر في الكتاب. إن تفيد التشكيك بس إن شرطية وإذا شرطية. إذا تفيد اليقين وإن تفيد التشكيك. ماشي جيد جيد. إن تختلف عن إذا من جانبين.
إذا تفيد التحقق الجواب جواب الشرط، وإن تفيد الشك، إن تفيد الندرة وده المعنى الثاني، وإذا تفيد الكسرة. ولذلك كل أمور الآخرة التي جاءت في القرآن جاءت بإذن. إذا الشمس كورت، إذا النجوم كدرت، إذا الشمس كورت، إذا السماء فطرت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، كلها جاءت بإذن لدوام وقوعها، مش تحصل وتنتهي، لا ده مستمر، ولتحقق وقوع الجواب. لكن إن للندر، إن للندر، وللشك فوق الجواب. فالأمر العز الندر يأتي بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، لم يقل إذا تنصروا، عايز يقول إيه؟ لو قال إذا تنصروا الله لطلب منا كثرة النصرة وتحققها، ولو طلب ذلك لكان شديد علينا جدا. لكن قال إن يعلن وندر ونصرتم دين الله مرة جاءك نصر، فإن في موضعها بشر، وإذا في موضعها بشر. أنا أسوق هذه المعنى لأن هذا تلاقي كثير جدا في القرآن، لما تأتي في أي آية أمامك إن وإذا تذكر هذا المعنى في القرآن كله. يبقى إن للندر والشك في قول الجواب، وإذا للكثرة ولتحقق وقوع الجواب. واضح ما؟ واحد يقول طب بس ربنا قال إن تنصروا أنصركم، مرة قال إذا جاء نصر الفتح، مرة قال إن، مرة قال إذا، والاثنين في النص. لا لا، فرق كبير جدا. الأولى شرطية لأي نصر نريده، إذا قال إن تنصروا الله، لو نذر نصرتم مرة هيأتيكم نصر. طب وإذا جاءت لعزاء النبي في نفسه آخر حياته، ولتبشيره بما هو آت من انتصارات بعد موته. لما نزلت السورة قال رسول الله نعيت إلى نفسي، يعني نعيت لنفسي، يعني خلاص ربنا ودعنا. فقال له إذا جاء نصر الله والفتح، الناس فاهمين الفتح فتح مكة، لا الفتح اللي جاي. فعايز يقول له إذا أنت رحلت فاعلم أن وراءك ألوان من النصر لأمتك لا نهاية لها. فإذا هنا للدلالة على ألوان النصر الآتية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لهذه الأمة. إذا قال إذا جاء نصر الله الفتح، خلاص أنت أجلك انتهى، سبح الحمد لله وسافر وأبشر بما هو آت. وهي بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة أمته من بعده ألوانا من النصر لا تكاد تنتهي، بل يقينا محقق. وضح المعنى؟ هذه لها وجهة وهذه لها وجهة، وقص على هذا. إذا لم يقول وإذا حكمتم، يبقى مطلوب العدل مرة ولا في كل مرة؟ وصل المعنى؟ أنا ليه أعطي هذه الإشارات؟ لأن هو ده أدب التدبر يا إخوان، حتى نفهم معاني القرآن على وجهها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يبقى مطلوب العدل في كل مرة يحتكم الناس فيها إليه. لو أنت أعدل الناس وجرت في قضية رحت لستين دين، رحم الله الوعاء، من أخطر الحكام في تاريخ الأمة سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان إمام من أئمة تابعي التابعين، لكن كان أسطورة في عدل، أسطورة ضرب المثل. سفيان ده له قصة عجيبة، يعني أبوه مجرد أن نطق، أبوه عالم تابعين، مجرد أن تعلم الكلام هو الذي يقول. لما أحسنت الكلام وعمري عامين
كان أبي يحفظني القرآن كل يوم من 10 آيات، 5 آيات أول النهار و5 آخر النهار، حتى أتم الله لي حفظ القرآن وأنا في 4 من عمري. يعني حفظ القرآن كل عمره كام؟ 4 سنوات. اللي حفظ القرآن كل عمره 4 سنوات يقف أمامه في حفظ شيء؟ حفظ السنة كلها حتى صار حجة في الإسلام، حافظ حجة، حافظ. إذا سئل عن حديث وقل عنه لا يكون حديث من شدة حفظه وكثرة ما حفظ. سفيان كان مسطول وكان قاضي القضاة، عاد يترقى في القضاء لنصر وزير العدل، قاضي القضاء تعاد وزير العدل في أصله. سفيان لما حج أول مرة حجة الفريضة وقف في عرفات مع الناس، فلما حانت ساعة النصر الناس نفروا فرحين بقى خلصوا عرفة بيجوا على المزدلفة. سفيان وقف يبكي وينحب على أرض عرفات ويقول اللهم، كما يقول الراوي يقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي، اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. فكان يرى أن ذنبه الذي أذنب قد يكون سبب في رفض حجة كل من وقف معه في عرفات بسببه. لهذا الحد وصل من تأنيب ضمير لنفسه، اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. أنا شخصيا العبارة دي حيرتني، سيدنا سفيان ده أسطورة في أدبه وعلمه ودينه، الذنب اللي ارتكبه ويخشى معه ألا يقبل الحجيج الذي حج معه في عامه. أخذت أتتبع عشان أعرف الذنب ده لم يفصح عنه إلا عند احتضاره، لما حضرت المنين دخل جماعة أصحابه فقالوا يا سفيان أبشر وأنعم بطاعتك لله، فوالله ما جربنا عليك ولا أحد من الناس جورا في قضائك قط، عمرنا ما سمعنا ولا رأينا منك جورا في قضية. عندها فرر في البكاء، فسألوا ما بكيك؟ قال قضية واحدة في عمر كله، قضية واحدة اسمع ذنبه شيء يحير. قال ما دخلت يوم ساحة القضاء وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء، لا حب ولا بغض، عمري ما دخلت ساحة القضاء وأنا في صدري شحنة لشخص أو ضد شخص. قال إلا قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين ورجل من أهل الكتاب، فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل، ده رمز المسلمين، مع أني لما سمعت البينة حكمت للكتابية على الخليفة وألزمت الخليفة بأداء حق، لكن أبكاني خوفي من عقاب ربي لي على ميل قلبي قبل حكمي. دي القضية اللي أبكى سفيان. أحكمنا فين بقى؟ كل واحد تلاقيه داخل كده يسمع ناس مختلفين أو متناقشوا أو متصارعين ويدخل يفتي وينخع فتاوى، لا أنت عليك كذا وأنت عليك كذا، أنت مين؟ وبدون ما يسمع وداخل قاصد طرف دون طرف، ده مصائب يا إخوانا، بنختلف من حيث الأحداث. من أخطر المجالس مجالس التحكيم، واللي ما عندوش خلفية وقواعد شرعية
في التحكيم على أي أساس يحكم؟ إن لم يكن عنده المادة الشرعية التي عليه يحكم، هيحكم على أساس إيه؟ هوى. واللي بيحكم بهوى ده راح فين؟ راح في داهية، يود الناس اللي حواليه كلهم في داهية. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، الحق المنزل عند الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. إن لم تحكم بالحق المنزل عند الله يبقى تحكم بإيه؟ بالهوى. رحت في داهية وضيعت ما حكمت له فيضلك عن سبيله. وضحت المعنى الخطيرة دي؟ مطلوب في الحكم قبل أن نحكم أن نعرف الحق المطلوب معرفته في هذه القضية، واللي على أساس نبني الحكم. إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، مش بحق، بالحق، بكامل الحق المنزل عند الحق. معاني دقيقة ودقيقة جدا، والناس عنها في غفلة، بل وعليها في غاية الجرأة، ودي مصيبة كبيرة جدا، كبيرة جدا، والناس عنها في غفلة قاتلة. وإذا أحكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل. الله بن عمر كان كل شوية يطلع الواحد يسأله سؤال، في طلقت امرأته وقلت له مش عارف ايه، عجز يحللها له. قال ويحكم يحمق احدكم فيحلف يمين طلاق وياتي ابن عمر ليحلها له، اتودون ان تجعلوا ظهورنا جسورا لكم على جهنم تنجون ونهلك؟ فابى ان يوث عبد الله بن عمر. ليه؟ لان انت راح تحكم اثنين، الراجل يكذب ولا تكذب؟ هتحكم الاهل كذابين وتبني حكمك على اي كذب؟ وضحت؟ اذا كان الناس غاب عنها الصدق انت بتعرض نفسك للمهالك من حيث لا تحتسب. انا بقول الكلام ده عشان برضه نحذر حذر شديد، ونؤمن اخرانا ولا نضيع اخرانا بدنيا غيرنا. هم يستمتعوا احنا نروح النار. اتودون ان تجعلوا ظهورنا جسورا لكم على جهنم تنجون ونهلك؟ تنجون ونهلك؟ أبدا. المسلم أبدا. لذا يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وطلب هنا العدل، العدل يا إخواني أقل ما يؤدى من أحكام. طبعا الناس كلها فهمة أن العدل ده آخر حاجة عندنا، أقصى نصب إليه في أحكام البشرية إيه؟ العدل. لا، في شريعة العدل أدناه لا أعلاه، لأن العقول البشرية لا تستطيع أن تصل لأكثر من العدل. أما شريعة الرب فقد جاءت بما هو أسمى العدل، سماه ربنا القسط في القرآن. والقسط مرحلة فوق العدل المراحل. العدل محصور في الماديات، القسط جمع الماديات والمعنويات معا. المعنويات لا تقاس من القسط البشري المادي. واحد نظر لواحد خوفه من شدة الخوف ترك حق. حد يستطيع من القضاة يقول لك تخوفه وبص له بعينه وزغر له؟ حد يعرف القيمة؟ لكن في شريعة لا تقيم. واحد سرق مالك، العدل يقتضي على القبض رد المال. طب ماذا ترتب على أخذ المال؟ هو المعنوي يملك القبض تقييمها أثناء ما أخذ مالك لمدة سنة. حصل لك أنت إيه؟ أصابك هم وغم وحزن. من يرد لك هذا الهم والغم والحزن؟ في قضية في غيب؟ ها؟
القسط يلزمنا برده، والعدل لا يملك رد. بس الهم والغم حسن، ماذا ترتب عليه من آثار؟ بسبب الهم قالوا ضغط دم، من يعوض عنه؟ قالوا بول سكري، قالوا تصلب شرايين، قالت له جلطة مات فيه. ولا يعلم سبب الجلطة إلا همه الذي أصابه. عد آخذ المال مغتصبه قاتله في الشريعة، ويأتي يوم القيامة قاتل، قاتل وهو لا يشعر أنه قتل ولا يفكر فأنه سبب. وده بيسموه قتل شبه الخطأ، لأنه لا يعلم لقتله سبب إلا هذا السبب، وهو سبب بعيد. لكن عد لون من القتل وفيه دية لولي الدم. واضح المعنى؟ مش فقط اللي أصابته هو بس، لا، ومن تأثر به بسبب همه وغمه. أصاب امرأته هما وغما وحزنا بسبب هم زوجها، قال هي تطلب شرعي، قال هي ضغط دم، قال هي جلطة متت فيها، عد هو قاتلها. طب المال ماله ليه؟ ماتت بسبب هم زوجها الذي أصبته أنت بالهم. شوف اللفة وصلت فيه، مش امراته بس، أولاده، أبويه، إخوانه، أحبابه وخلانه. إيه الأثار اللي ترتبت عليها على همه وغمه وحزنه على كل هؤلاء؟ تعد في رقبة آخذ المال دون في حق، وكل دي أثار تسجل. لذا قال تعالى: إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا، بس هي دي أثاره. قال وآثاره، يبقى كل ما ترتب على عملهم من آثار سيكتب. هو ده القسط. لذا قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، مش بالعدل بس، بالقسط. والميزان حسب عليهم القيامة هو ده. والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ميزان يوم القيامة هو نفس الميزان، وضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تعم، أي شيء يسمى عند الناس شيء مادي معنوي لن تظلم فيه نفس شيء. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنين. ده اسم القسط، من أقسط يقسط فهو مقسط، لأن فيه قسط ثاني، من قسط فهو قاسط، قاسط عكس مقسط، قاسط عكس مقسط، وقسط عكس أقسط، قسط جار، وأقسط بلغ قمة العدل. هل لخبط لكم دماغ؟ ها؟ صحيح معايا؟ رحم الله سعيد بن جبير لما أراد الحجاج أن يفتنه من الناس، عايز يزل يختل ميزان دينه عشان ينشر صوته أمام الناس، فجاء به بيهدده بالقتل، ثم قال له: يا سعيد صفني وأوجز، صفني وأوجز. قال له: إذن يسوءك، لو وصفتك هيزعلك، إذن يسوءك، يبقى يقول له كلام يرضيه ولا لا يرضيه؟ يقل أمري. قال: أنا أتبع علمك. قال: أنت العادل القاسط، أنت إيه؟ العادل القاسط. الجاهل باللغة ظن سعيد نافق، وصفه بالعادل، وصفه القاسط. الحجاج كان أوعى منهم اللغة. قال: ويحك،
وصفتني بأقنع صفتين في كتاب الله، فقلت أنت العادل من قول الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقلت أنت القاسط من قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حاطبا، وأن منا المسلمون خولة الجن ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حاطبا. مالوش أنت العادل المقسط، قال له أنت العادل القاسط، يبقى مدح ولا ذم؟ وده أشد الذم، عشان كده قال له إلا ليسوق. وصل معنا؟ فالقاسط بمعنى الجائر، والمقسط هو الذي أدى الشيء على وجهه دق أو جل. واضح الفارق؟ فارق كبير جدا بين المقسط والقاسط. نحن مأمورون بالقسط، يبقى هنا لما يقول إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم أن بين الناس أن تحكموا بالعدل، فطلب منا الحد الأدنى في العطاء العدل. اللي ما وصلش العدل بيروح فين؟ فكيف نحن نمر بالقسط؟ ها؟ ثم قال إن الله نعم ما يعظكم به، مدحا لكل أمر أمر به وبكل أمر وعظ عباده به. إن الله نعم، كلمة للمدح، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يسمع كل كلمة ويرى كل حركة، لا يخفى عليه من أمر شيء. ده مختصر شديد. ثم وضع لنا قواعد في مجال التعاكم والتقاضي في حياتنا كلها، فقال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده نداء خاص بأهل الإيمان وليس عام. النداءات في القرآن عليه إما نداء عام وده يخص العقائد والتصورات، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم، وفي نداء خاص يخص به أهل الإيمان ودول اللي ربنا ارتضاهم وأحبهم من بين عباده فساق لهم تشريعاته ومواعظه. ولذلك النداء العام عادة في العقائد وفي التصورات وفي رد الشبهات، لكن النداء الخاص خاص بالتعليمات التي ساقها الحبيب لمن أحب من عباده وهم أهل الإيمان. هنا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أي في كل ما أمر، ولم يقل أطيعوا الله، الطاعة نوعان، باتباع الأمر واجتناب النهي، افعل أو لا تفعل، نفعل ما أمر بفعله ونترك ما نهانا عن فعله، كلاهما يسمى الطاعة. يبقى أطيعوا الله أي في كل ما أمر على أي وجه كان الأمر، أمر أو نهي، كلاهما يسمى أمر. تعريف الاصطلاح حاجة والتعريف الأصلي حاجة تانية. طيب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما مش أطيعوا الله ورسول، لا، أعاد لفظة الطاعة مرة أخرى في حق الرسول. فطاعة الله قائمة بذاتها وطاعة النبي قائمة بذاته، إذن كل ما أمر الله به وجب طاعته، وكل ما نهى عنه وجب تركه، وكل ما أمر به رسوله وجب طاعته، وكل ما نهى عنه وجب تركه. لذا جاءت لفظة الطاعة مع رب العالمين ومع رسوله بأمر من الله عز وجل، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. الإشكال وقع في الثالثة، قال وأولي الأمر منكم، وإيه؟ وأولي الأمر منكم. أولا لم يفردها بالطاعة، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، ولا قال أطيعوا، عطفها على طاعة الله ورسوله. يبقى منشأ طاعة أولي الأمر طاعة الله ورسوله، يبقى اللي أمرنا بطاعة أولي الأمر الله ورسوله. طب لو أولي الأمر خالف الله ورسوله،
وصلت؟ يقينا المطاع، لأن طاعته ليست أساس، طاعته تابعة لطاعة الله ورسوله. وسنوضح الساق كله بين هذا المعنى. لذا لم يفردها بالطاعة وحدها، بل جعلها تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. طب لو أمر بمخالفة السنة؟ لا طاعة، لا طاعة. سنوضح. لذا قال وأولي الأمر، يبقى لم يأتي بلفظ الطاعة. ثم كلمة أولي الأمر ماذا يعني بها؟ طبعا أغلب الناس وأغلب المطنطنين حول الآية جعلوها للحكام والأمراء، لكن الحقيقة هم قصروها وضيعوا جزء كبير من معناها. أولي الأمر تشمل فريقين مش فريق واحد. الفريق الأول اتلغى وهم العلماء، والأمراء تبع لهم. لذا قال ابن عباس حبر الأمة ترجمة القرآن: كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا موضع واحد، قول الله تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. قال في هذا الموضع: عنى العلماء دون الأمراء. يبقى الأصل في أولي الأمر من؟ وصلت؟ كل المواضع في القرآن عنت العلماء مع الأمراء إلا موضع على العلماء دون الأمراء. يبقى الأصل في أولي الأمر مين؟ وصلت؟ لحسن حقه. وجعلناها لغيره، هذه كارثة، كارثة كبيرة جدا، لأنها يدلنا على الله هم العلماء. وإذا دور العلماء الكبير اللي أوجبه الله عليهم ومن أجله ألزم الرعية بطاعته وجعلهم محل مسؤولية الله عز وجل، دول اللي هيبلغوهم أين الحق المطلوب منهم. وللأمر في غالب الأمر أصحاب مصالح، والعلماء أصحاب أمانات سيسأل عنها في بيان الحق للخلق. لكن للأسف الشديد اختلطت الأمور وعمد الأمراء للعلماء فأذلوهم وأضلوهم وضلت الأمة بضلالهم. رحم الله الله مبارك، يعني يذكر بي كيف بدأ الفساد في هاتين الطائفتين اللي بصلاحهم صلحت الأمة، كما قال حسن البصري رحمه الله تعالى: قال فئتان إن صلحا صلحت الأمة وإن فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. إن صلحا صلحت الأمة وإن فسد فسدت الأمة. بداية الفساد كان فين؟ يقول عبد الله مبارك: كان الأمراء يأتون بيوت العلماء فأصلح الله الأمراء بصلاح العلماء فصلحت لهم الدنيا وصلح لهم الدين. فلما رأى السفهاء تقدير الأمراء للعلماء ركبوا مراكب العلماء، ادعى أنهم أعلماء، فجاءوا بيوت الأمراء فأذلهم الأمراء، ففسد العلماء وفسد الأمراء، وفسدت الدنيا وفسدت الدين. فكنا نعد شرار علمائنا من يأتون بيوت أمرائنا. ده في زمان عبد الله مبارك. كنا نعد شرار علمائنا اللي يقفون بأبواب أمرائنا. العالم عالم، حتى الأمراء كانوا يعرفوا هذا. ثبت أن الرشيد في عصره ذهب إلى الحج فرأى رؤيا
وهو في من؟ فاستيقظ عليها في منتصف الليل في ليلة من. فكان معه بعض العلماء المقربين منه زي ما بيسموه عصا تسع علماء السلطة يعني. كان منهم واحد اسمه أبو يوسف غير أبو يوسف صاحب أبو حنيفة، صاحب حنيفة أسبق من رشيد. فقال أبو يوسف رأيت رؤيا أفزعتني فدلني على عالم أسأله. خلي بالك وأبو يوسف معدود فين؟ معدود لأن اللي اقترب منه عرفه فسقط من نظره. قال دلني على عالم أسأله. فقال أبو يوسف بلغني أن فلان فقيه العراق قد جاء للحج هذا العام. قال انطلق من أين؟ قال فجئنا ذا خيمة فطرقناها فسلمنا. قال من الطارق؟ قال أبو يوسف. قال معك؟ قال خليفة المسلمين. قال خليفة المسلمين. خليفة المسلمين يعني ما الذي حمله حتى أتينا؟ هلا دعانا فجئناه. هلا دعانا لو طلبنا بالإشارة كده هنيك يا رب فور. الكلمة دي أسقطته من نظر الخليفة. فلما خرج قال ألك حاجة؟ أنت عايز حاجة من الخليفة؟ قال حاجتي كذا. قال أبو يوسف أعطيه سؤال ودلني على غيري ما يصلحش إلا الفتوى عندي. قال بلغني أن فلان فقيه اليمن قد جاء الحج هذا. قال انطلقنا له. قال فجئنا خيمة فسلم طرقنا له وسلم. فرد السلام وقال من الطريق؟ قلت أبا يوسف. قال معك؟ قال خليفة المسلمين. قال هلا دعانا فجئناه؟ نفس العبارة. خرج قال له ألك حاجة؟ قال له حاجة كذا. قال أعطيه سؤال دلنا على غيره. ففي الثالثة قال بلغني أن الفضيل بن عياض في الحج هذا. قال دلني عليه. قال فانطلقنا لخيمته فوجدناه قائما لربه الليل كله. فطرقنا بابا فرفع بالتلاوة صوته فانتظرنا حتى سلم فرد السلام وقال من الطريق؟ قلت أبو يوسف. قال ما معك؟ قلت يا خليفة أمير المؤمنين. قال ما الذي جاء به إلينا؟ اللي جاب ما الذي جاء به إليه؟ قال له عندك حاجة ائذن لنا. قال ادخل. يقول أبو يوسف فقام فأطفح المصباح عشان لا يرى الخليفة ولا يرى الخليفة. فتحسسنا فسبقتني إليه يد الخليفة فأمسك بيده. فلما أمسك بيد الفضيل قال الفضيل ما ألينها من يد وما أهونها على النار. كم أنفقت من مال الله فيما لا يرضي الله. فانفجر خليفة البكاء. قال لهذا جئت أسألك. رأى رؤيا أن القيامة قامت وأن هو حيحشر وأن رايح حيساق إلى النار فجاء يسأل زي توب. قال لهذا جئت أسألك كيف أنجو من النار؟ قال إن أردت النجاة فافعل مثل ما فعل مرة عزيز قبلك. حين جعل له وزيرا بالله ولقائه يذكره كلما مزل قال يا عمر تذكر أنك غدا ستموت وستقف بين يدي الله وتسأل عن هذا فما جوابك لربك. وزير متخصص لتذكيره من حشر. قال والرعية؟ قال اجعل كبيرهم كأبيك بره بر أبيك واجعل صغيرهم كولدك ارحمه ارحم رحمة ولدك واجعل ندهم أخيك صله صلتك أخيك. قال سأفعل إن شاء الله.
قال فعلم أنك ستقف غدا بين يدي الله وحدك، فوالله لو نجى الناس جميعا وهلكت ما نفعك منهم واحد. فاتق الله في نفسك واحذر لقربك. يقول أبو يوسف فانفجر في البكاء، قال لهذا جئت أسألك، ألك حاجة؟ قال قد أبلغتك حاجتي والسلام. قال فانطلقنا. والرشيد يقول يا أبا يوسف على مثل هذا فدلني، على مثل هذا، هو ده اللي يستفتى، على مثل هذا فدلني.